الإقلاب. سنتكلم الآن عن الإقلاب، وهو حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. هيا نستمع معا للأمثلة الآتية: ينبوعا، من بعد، خبيرا بصيرا. هل تلاحظ معي تلك الميم الصغيرة الموجودة على النون في ينبوعا، من بعد، خبيرا بصيرا؟ هذه الميم تسمى بميم الإقلاب، أي أننا كما استمعنا للقراءة سنقلب النون الساكنة أو التنوين ميما. ونلاحظ أن الإقلاب جاء في كلمة واحدة مثل ينبوع، كما جاء في كلمتين مثل خبيرا بصيرا. وأما الإقلاب مع التنوين فلا يكون إلا في كلمتين. إذن متى يحدث الإقلاب؟ يحدث الإقلاب إذا جاءت الباء بعد النون الساكنة أو التنوين، فتقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفى. هيا نتعلم كيف نؤدي هذا الحكم. تفرج الشفتان قليلا مع الإتيان بغنة بمقدار حركتين، كقوله تعالى ينبوعا، فكلمة ينبوعا النون فيها ساكنة، وجاء بعدها حرف الباء فقلبناها ميما مخفاه، هكذا ينبوعا. وكذلك قوله تعالى من بعد، وقوله تعالى خبيرا بصيرا. ومن الخطأ أن نظهر النون الساكنة أو التنوين فنقرأ ينبوعا، من بعد، خبيرا بصيرا. ومن الخطأ أيضا أن نقلبها ميما غير مخفاة فنقول ينبوعا، من بعد، خبيرا بصيرا. كذلك من الخطأ أن نقلبها ميما مخفاة مع عدم وجود الغنة فنقرأ ينبوعا، من بعد، خبيرا بصيرا. الإقلاب قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع غنة بمقدار حركتين إذا جاء حرف الباء بعد النون الساكنة أو التنوين، ويكون في كلمة أو كلمتين.